السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله راح ندير دولمة فلفل مشوي يعني صوص طومات. حاجة الأولى واش نديرو؟ عندي الفلفل راني غسلته ونشفته. باش نقولكم كاين اللي بعثوا لي قالوا لي مدام ديالهم الثوم الا شللتيه بيان سور نشلو. حاجه ظاهره الثوم فيه تراب اوتوماتيكمون، حاجه اللي نقيوها لازم تتغسل. شللتو وقطرتو باش رحيتو. دركا واش ندير للفلفل؟ دوك ندير له شويه زيت. الفوق تاعي راه شاعل، درتو يسخن باش ندير الفلفل لداخل في الفوق. نحكم شويه تاع الزيت هكذا وندير على الفلفل بالبنسو كامل. ونزيد نقلبو هكذا ونعاود نحطو باش ندير له كامل الزيت. علاه؟ باش القشرة نتاعو تتنحى لي يعني بسهولة فاسيلمون. غير بالبانسو هكذا ها ديجا وفيت. فوالا درك ندخلو الفوق اللي راهو شاعل. قبل ما نروحو للوصفة تاعنا، شوفوا هدايا روز راهو كونجولي. كي ندير يعني كي ندير الروز في الكوشه ولا ندير الروز صوص طوماط ولا نطيبو، دائما نخلي شويه تاع الروز اللي نديرو في باكي في الكونجيلاتور. على دوك ندير الدولمه تاع الفلفل نديرها بالدجاج اوتوماتيكمون، الدجاج يطيب قبل من الروز. كي نديروه خضر جو بريفير نطيبو من قبل اللي يكون طايب باش نخلطو مع الدجاج ونخلطو مع الدوزين اللي كنا راح ندير به دولمه. هذا هو دائما ميم في رمضان ونسى لي يخدموا ولا دو بريفيرونس غليو وديرو دون دي باكي. دوك انا نقط نحي شويه برك منه وندير به للدجاج باسكو الناس قالوا لي بزاف مدام ديرهم التدابير اللي يكونوا عندك وريهم لنا. زيد هدايا هاو الثوم هاك شوف ها يهبل لاباس عليه. هذا الاخرين درتهم زوج بواحد في الكونجيلاتور، وهذا لاني ندوزن به كل يوم. اني درتو في البواط باللاره تاع الزجاج ودايرتو في الفريجيدير. هادو ما كامل الحوايج نقصوا عليكم. هاد ميطون نوض نقي الثوم هاني دوزن ديجا فطوري راهو يطيب. اني مدوزنه كلشي تبالثوم دو بريفيرونس وجدو هكذا. بعدا كيما نقولو حنا نسالي خدامات ولا اللي عندهم دراري لي بيبي ولا في الدار يسهلوا على روحهم رمضان الى حيانا ربي وهنانا. هكذا راني قلت لكم الروز يا تفوروه يا تخليوه ديروه دون ديروه دون دي ساشي وخبوه في الكونجيلاتور. شوفوا هنايا الفلفل كاش نشوالي تري بيان. دوكا واش ندير؟ نخليه يبرد فوالا، نخليه يبرد ونقيه. نزيد نقطع حبيبة بصل كما نقولو عشوائي هكذا. لازم اللحم تاعنا يكون بنين فوالا. شوفوا لاصوص تاعي نديرها بالثوم وهذا الدجاج نديرلو حبيبة تاع البصل. واش مازال لي؟ مازال فيه لا شابلور هكذا. ندير مغرفة هاو عندي زوج مغارف تاع لاشابلور. قلنا درنا حشيش مقطفة، الدجاج صدر لو بلون دو بولي، درنا حبيبة تاع البصل، زوج مغارف لاشابلور. إلا سحقت لي الفارينة نزيد لها مغرفة فارينة كحتى مشكل. وحبيبة تاع البيض قلنا، ودزلنا شوية عكري شوية حار شوية كمون والملح. هذا هو دوك واش ندير؟ نرحي هذا الخليط تاعي كامل باش نقولكم. سقساوني الناس على هاد الاشواغ قالوا لي وين شريتي؟ شريتو في لوساندي، خلصتو 300000 320 خلاهو لي 300 خي تعرفوا ان انا راني صريحه في كلش. دارهم بروموسيون. هذا كبير على الاخرين اللي هذا يرفد بون مكتوب 3 ونص صادير الباك تاعو هذا كبير فوالا.
قلت لكم مشيت هايل هايل يعني، عندي مشي عندي لو غوبو داك الكبير تجبديه و لي زاكسيسوار تاعو واش يغسلهم، وعندي لو اشوار غير صغير، مي هذا ساعدني لو بولي وساعدني مليح بالبزاف. هذه هي دوك نكمل نرحيه. فوالا شوفوا هاني رحيتو تري بيان. دوك واش ندير؟ نديرو دون زان ريسيبيون باش نديرو الروز. اكوشتوني الروز ما درتوش، انا ما نحبش الروز يكون مع الجن داخل مع الدجاج، دو بريفيرونس مادام راهو طايب جو بريفيرونس نديرو دوك نفرغ كلش دون زان ريسيبيون وندير الروز معاه. شوفوا لهنا الا كان الروز يعني ما ديكونجلالكمش وانتوما كنتو مزروبين، ها هو السكرفات جيبلي لكم لافير. وباش نقول لكم اللي ما عندهاش الاشوا وما عندهاش الرحيوه وما عندهاش عندها غير سكرفات في دارها، الدجاج ديرو في الكونجيلاتور وسكرفجو هكذايا يحبط لكم تري بيان، غير كونوا مهنيين. فوالا اكو تشوفوا شوفوا يحبط لي الروز تري بيان، علاه؟ باسكو هذا وين جبدتو في الكونجيلاتور، سينو كون كنت يعني على البكري كنت نجبدو على البكري، مي ما كان حتى مشكل بالسكرفاج نفري لافير. شوفوا باش نوري لكم الفلفل برك هكذا، كي تحبوا ديروه في هذا في المجمد. شوفوا كش نحال لابو تاعها نتاع وحده، خير ملي تقليوه في المقله، دو بريفيرونس ديروه في الفور يجيكم ساهل بالبزاف. شوفوا الفلفل راني نقيته دوكا، ندير الدولمه. شتو كي نشويه في الفوق اون ديري قليتو ماشي شويتو. فوالا هكذا نزيد واحد اخرى، ندورها برك، راني درت الدجاج ندورها برك هكذا، شغل دي بتي غولو نتاع الفلفل هكذا. هاهو تشوفوا فيهم هذا وحده وهذا وحده. دوك نعمر كاع الفلفل بلا فارس هذه ونعاودو نوليو ليكم. هنا رديت الطاجين، راني درت شوفو درت الزيت واحد ثلاث مغارف تاع الزيت هكذاك، هاهو هنا ندير شويه تاع الثوم هاهو الثوم تاعي اللي راه مدروس، خليه يسخن مليح الفخار. واش نقول لكم؟ شوفوا الناس سقساوني بزاف، راهم كل يوم يبعثوا لي مدام دلهم على حبستي عند سميره، مانيش نشوفو فيك. شوفوا عند ماكوش تشوفوا فيا على جال الظروف تاعي، انا مولا بيتي كان هو اللي يديني ويقضي لي يسناني يردني يديني، بصح انا مولا بيتي دوك راهو مريض، فهمتوا؟ انا الحمد لله كي نحب نولي اليوم كي نحب نولي عند سميره نولي، البيبان تاعها كاع مفتوحين ليا، ويعني ونشكرها كما كانت تقول لي نقول لي مدام ديرهم تي لا ديفا دو سميره تي في، هذه كلمه تقولها لي هي تشهد عليها الا تسمع فيا، ومادا بيا وعلى بالي كنتو تتبعوا فيا وعلى بالي الناس كانوا حابيني، مي الله غالب ما نقدرش نروح نخدم ونخلي مولا بيتي مريض مرايا، هذه ما تنداش كون نعرف روحي نصور ما نعرفش شحال. هادي رانا عشرة تاع 50 سنة ماشي تاع نهار ولا عام ولا عامين ولا، ومام صنصة لازم نكون في داري ما نقدرش نروح نخدم ونخليه مرايا. هادي هي علاش حليت يوتيوب؟ باسكو راني قاعدة في الدار، على هادي اللي حليت يوتيوب، كي راني قاعدة في الدار ومقابلة مولا بيتي هادي هي الدنيا وما فيها. بون نروحو نكملو الطاجين تاعنا، التوم راهو هنا، دوك واش ندير؟ ندير حبيبة تاع طوماطيش هاي. قطعتها مكعبات صغار نخليها تدبل شويه باش نبدا ندوزن. كي تقلات لي طوماطيش مليح هنا نبدا ندوزن، ندير شويه تاع الكمون. شوفوا شحال من خطره كي ندوزن عاود يقولوا لي مادام درتهم دلهم واش درتي لي زيبيس، هاني باينه راني نهضر ونوري. درنا شويه تاع الكمون، ندير العكري هكذا، وندير شويه تاع الحار كيما دوزنت. الحار ما نكثرش باسكو حار بزاف. شوفوا كيما دوزنت الدجاج هذاك تاع الدولمه كيما فوالا، دوكا ونزيد مغرفه تاع الطوماطيش مصبره. درك نبدا نمرق شويه، نتوما الطوماطيش اللي حبيتو تسكرفجوها سكرفجوها ما كان حتى مشكل. فوالا شوفوا مرقوا دائما خطره واحده ما تزيدوش،
وطيب في مرقتها ما تزيدوش كاع حتى قطره ما هكذا. هنا درك نبدا نستف الفلفل. راني عاودت صغرت الحبيبات، شوفوا راني عاودت صغرتهم، واللي بقى لي دوك نديرو ان شاء الله نديرو الشلاضه كما يقولوا دو زون. هذه هي هذاك الدجاج اللي بقى لي، شوفوا راني درتو لي بولات، حبيتو ديرهم في الفارينه وتقليوهم، حبيتو ديروهم كما درتهم هنايا. هذه هي انا راح نديرهم ديريكت، وعلى بالكم الدجاج ما فيهش الروح، بالخف بالخف يعني يطيب. فوالا وشوفوا صدقوني يعني يجيكم طاجين زاكي بالبزاف. فوالا وما ياخذش الوقت بزاف. هكذا كامل دوك نعمر كامل لي بولات لداخل في هذا الطاجين. فوالا راني درت كاع لي بولات، دوك نغطيه ونخليه يطيب. كما قلت لكم على بالكم باللي الدجاج ما فيهش الروح، الروس تاعنا طايب، الفلفل مشوي طايب، دوكا بان يطيب الدجاج ونطفيلو. الطاجين تاعي تاع دومه تاع الفلفل بلي بولات تاع الدجاج راهو قدامكم. شوفوا انا الفلفل ما درتش بزاف باسكو انا منبتين ياكلوا الفلفل، الدراري ياكلوا بلوس لي بولات كل الفلفل. من نتوما الا حبيتوا ديروا الفلفل كتر من لي بولات كما حبيتوا. على كل حال هاد الطاجين زاكي بالبزاف. راكو شفتو شويه تاع الدجاج، درت من الله يبارك طاجين عائلي وان شاء الله يكون اقتصادي. هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم، وهذا ان شاء الله ديروه رمضان روعه صدقوني بنين بالبزاف. هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. نتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله. ما عليا غير نقول لكم في امان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.